كانت سنة الله تعالى في كونه أن يرسل للبشر كل فترة من الزمن نبياً لهم، ليرشدهم إلى طريق توحيد الله سبحانه، ويرغبهم في نعيم الله تعالى وعطائه، ويخوفهم من عذابه إن حدوا عن الطريق وكفروا به. لكن الله تعالى سبق في علمه بأن قليلاً من الناس سيؤمنون ويلتزمون بنصائح نبيهم، ذلك بأن الإنسان في طبعه يغلب عليه الكسل ويغتر بنفسه وقوته، حيث قال الله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكما كانت سنة الله تعالى في إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين، جرت سنته كذلك على إلحاق العذاب الشديد بمن كفر، وذلك بعد أن يمهلهم الوقت للرجوع والإنابة. كان قوم عاد من الأقوام التي أرسل إليها نبي فكفروا به وأنكروا قوله، واغتروا بقوتهم وعمرانهم والنعيم من حولهم، فأهلكهم الله تعالى وأنهى نسلهم. قصة قوم عاد. سكن قوم عاد في اليمن وتحديدا في الأحقاف، وهو جبل الرمل، حيث متعهم الله سبحانه بقوة في الأبدان، وبسط لهم في المال الشيء الكثير، حتى أصبحوا أصحاب قوة مادية وبدنية، حيث كانوا أصحاب أكبر قوة عسكرية في زمانهم، وكانت لهم الخلافة في الأرض من بعد قوم نوح عليه السلام. وحينما دعاهم هود عليه السلام، أخبرهم بأن قوتهم لن تغني عنهم من الله شيئاً. فقال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وذكر الله تعالى في كتابه صور قوتهم وعمرانهم في عدة آيات، منها قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال: أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعيون. وقال أيضا: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. حيث كانت قوة قوم عاد لا تضاهيها أي قوة في ذلك الزمان، وامتازوا أيضا بمتاع الحياة الذي انتشر بسبب الرخاء والقوة والقدرة، وكذلك تربية المواشي، وبناء المصانع والعمران، والشعور بالحضارة العظيمة والسيطرة على جميع مناحي الحياة، حيث كان كل ذلك ابتلاء لهم، ليبين الله تعالى من يرجع الفضل والقوة إليه، ومن يغتر بعظمته وقدرته وينسب ذلك إلى نفسه. أرسل هود عليه السلام إلى قومه برسالة التوحيد لله تعالى، وداعياً لهم بشكر النعم ورد فضلها إلى الله. وقال العلماء إن هوداً عليه السلام لم يذكر له معجزة في القرآن، إلا أن معجزته قد تكون ظهوره بين قومه متحدياً لهم، حيث قال الله تعالى في هود عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. فرغم كل القوة التي كانت عند قوم عاد، إلا أنه لم يستطع أحد أن يؤذي هود عليه السلام بأي سوء، بالرغم من أنه كان منفردا يواجه قوما بأكمله. وقال العالم الألوسي في تفسير ذلك: أيا ما كان فذاك من أعظم المعجزات، وبناء على ذلك فهود عليه السلام كان منفردا بين جمع من العتاة الجبابرة العطاش إلى إراقة دمه، وقد خاطبهم بتوحيد الله تعالى وحقرهم وآلهتهم، فلم يستطيعوا مباشرة شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا. كفر قوم عاد. لم يستجب قوم عاد لأمر نبيهم هود عليه السلام، بل بادروه بالاتهامات والشتائم والاستهزاء. فقال الله تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فكان ذلك من سوء أدبهم مع الله تعالى ونبيه الكريم. وروي أن قوم عاد كانوا أول من عبد الأصنام بعد قوم نوح عليه السلام، فقد مكثت الأرض 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام على توحيد الله تعالى، ثم جاء قوم نوح فعبدوا الأصنام، فأهلكهم الله جميعاً، وأبقى المؤمنين الموحدين، ثم جاء قوم عاد بعبادة الأصنام، وتبجحوا بذلك، وسخروا من نبيهم الذي دعاهم إلى التوحيد وترك الشرك بالله، حيث قابل هود عليه السلام التكذيب والاستهزاء، بالإحسان واللين في الدعوة، والعمل على تذكير وإرشاد قومه إلى طريق الهداية، لأن الصبر والاحتساب من سمات الرسل عليهم السلام.
قال الله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هلاك قوم عاد. إن عقوبة الله تعالى تكون للظالمين بما يناسب ظلمهم وإعراضهم عن دعوة نبيهم، فقد كان قوم عاد قوما جبارين وأقوياء، وأصحاب بسطة في العمران والأبدان، وبعد أن كفروا بنعم الله تعالى عليهم عذبهم الله بسبب ذلك، حيث قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكانت عاقبة أمرهم بأن سلط الله عليهم الريح، قال الله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فكان هلاك كل قوتهم وعظمتهم بأبسط الأشياء وأضعفها، وهو الهواء الذي يتنفسونه ولا يكادون يكترثون به ويشعرون به، حيث سلط عليهم الريح الذي استمر ثمانية أيام، حتى اقتلعت بيوتهم وحصونهم، فكان الواحد منهم يرفع إلى السماء ثم يسقط أرضاً، فينكسر رأسه، وقد حملت الريح بعضهم فألقته في البحر، فلم يبق أي أحد من الكفار والجاحدين بالله تعالى. قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ أرسل الله عز وجل نبي الله صالح عليه السلام إلى قومه ثمود، وسميت ثمود بذلك لقلة مائها، تعد ثمود قبيلة مشهورة، حيث أن جدهم هو ثمود أخو جديس، وهما ابن عاثر بن إرم بن سام بن نوح. عاش صالح عليه السلام 280 سنة كما ذكر بعض العلماء في كتبهم، وثمود قبيلة عربية كانت تسكن الحجر الذي يقع بين الحجاز وتبوك، أو الشام، وأرسل الله تعالى إليهم نبي الله صالح، قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحاً. كان قوم ثمود يتخذون في السهل القصور، وينحتون في الجبال البيوت، فهم أصحاب نعمة وحضارة عمرانية. قصة قوم ثمود مع الناقة. دعا صالح عليه السلام قومه إلى الهداية، فصدوا عنه وصاروا يتكبرون عليه ويستهزئون بدعوته، ورموه بالكذب، وطلبوا منه معجزة، وهي أن يخرج لهم من صخرة صماء ملساء ناقة. دعا صالح عليه السلام ربه أن يخرج من الصخرة ناقة، واستجاب الله تعالى لنبيه صالح عليه السلام، فتمخضت الصخرة كأنها تلد، وأخرجت الناقة، وكانت هذه الناقة ابتلاءً واختبارًا لهم، وكانت تشرب من واديهم يوماً وتنتج لهم لبناً مقابل ذلك اليوم، وهم يشربون من ذلك الوادي في اليوم التالي. وقال لهم نبيهم كما ورد في الآية في قول الله تعالى: ولكنهم لم يتركوها ونادوا صاحبهم عاقر الناقة فعقرها، أي قتلها، فأرسل الله عليهم صيحة في اليوم الرابع من عقرها فصاروا كالهشيم اليابس. وناقة صالح كما ورد في الآية هي ناقة الله تعالى، وهذه إضافة تخصيص وتعظيم، لأنه تعالى أوجدها بلا صلب ولا رحم، وكانت تأكل من أرض الله كيفما تشاء، ولكن قوم صالح خالفوا أمره وذبحوها وعقروها، مع أنها آية ومعجزة ودليل على صدق نبيهم صالح عليه السلام. نهاية قوم ثمود. إن في قصة ثمود آية وعبرة لمن كان له قلب سليم، إذ قال لهم الله تعالى أن يتمتعوا وينتظروا ثلاثة أيام، فقال تعالى واصفا حالهم بعد عقر الناقة: بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.
وكان الوعد والوعيد لهم بالهلاك لأنهم عصوا أمر الله عز وجل ولم يطيعوا أمره، فأرسل الله تعالى عليهم صاعقة من السماء، وقيل إنها صيحة أو نار من السماء، ورجفت بهم الأرض وأهلكهم الله جميعا وهم ينتظرون وقوعها، فلم يجدوا مفرا من وقوع العذاب عليهم، فهو وعد الله تعالى وهو وعد غير مكذوب. سيدنا لوط عليه السلام هو أول من آمن برسالة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو ابن أخيه، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بأرض سدوم بالأردن. كان القوم الذين بعث إليهم لوط عليه السلام يرتكبون أفظع القبائح وأنكرها، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويتواصون بالإثم، ولا يتناهون عن منكر، كانوا يفعلون جريمة لم يسبقهم بها أحد على الأرض، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. أرسل الله لهم سيدنا لوط عليه السلام لكي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينههم عن المحرمات والفواحش. جاهدهم لوط جهادا عظيما وأقام عليهم حجته. مرت شهور وسنوات وهو مستمر في دعوته بغير أن يؤمن معه أحد، لم يؤمن به سوى أهل بيته عدا زوجته، حيث أثرت الكفر على الإيمان. استمر قوم لوط على كفرهم وفجورهم، فتمادوا في ضلالهم وطغيانهم. كان سيدنا لوط صابرا على قومه لسنوات عديدة، ولم يؤمن به أحد، بل راحوا يهزؤون برسالته. ولما وقع هذا يئس لوط عليه السلام منهم، ودعا الله أن ينصره ويهلك المفسدين، فأحل الله بهم من البأس الذي لم يكن في حسبانهم، وجعلهم عبرة يتعظ منها الناس. بعدها أرسل الله له ثلاثة من الملائكة في صورة رجال، وقصدوا منزل سيدنا لوط عليه السلام، سألهم من أين جاءوا وما هي وجهتهم، فصمتوا عن إجابته وسألوه أن يستضيفهم، وهنا استحى وقال لهم لا يوجد على سطح الأرض أخبث من أهل هذا البلد، لكي يصرفهم عن المبيت في هذه القرية، وحدثهم أنهم خبثاء ويؤذون ضيوفهم. كان بداخله صراع محاولا التوفيق بين صرف ضيوفه عن المبيت في القرية دون إحراجهم وعدم الإخلال بكرم الضيافة، وحاول التلميح لهم أن يستمروا في رحلتهم دون النزول بهذه القرية. فلما رأى سيدنا لوط إصرارهم على المبيت في القرية، اقترح عليهم أن ينتظروا حتى يأتي المغرب وتنزل العتمة على المدينة، كي لا يراهم أحد من أهل القرية. وعندما حل الليل على المدينة صحب سيدنا لوط ضيوفه إلى بيته، ولم يرهم أحد من أهل المدينة. ولكن ما أن شاهدت زوجته الضيوف حتى تسللت خارج المنزل دون أن يدري، وأسرعت إلى قومها وأخبرتهم الخبر. انتشر الخبر في المدينة وهرع قومه إليه، وتحققت نبوءة سيدنا لوط وبدأ اليوم العصيب. وقف القوم على باب بيت سيدنا لوط وخرج إليهم متعلقا بأمل أخير، وذلك بأن يبين لهم أن النساء أطهر من الرجال إلى الرجال. كان سيدنا لوط يحاول أن يلمس نفوسهم من جانب التقوى والفطرة وأن يتقوا الله، ويحاول أن يحثهم على أنه ينبغي عليهم إكرام الضيف لا فضحه. انتظر قومه حتى انتهى من موعظته القصيرة، وظلوا يضحكون ولم تؤثر فيهم كلمة واحدة مما قالها لهم سيدنا لوط عليه السلام. دخل لوط عليه السلام غاضبا وأغلق باب بيته، ووقف يستمع إلى الضحكات والضربات التي تنهال على الباب، وهو يرتعد وراء الباب خجلا وحزنا وأسفا، لكن كان الغرباء يجلسون في هدوء، ودهش سيدنا لوط من هدوئهم. بدأت أخشاب الباب تتقوس، وصرخ سيدنا لوط في لحظة يأس. حين قال نبي الله لوط هذه الكلمات، تحرك ضيوفه ونهضوا فجأة، وأفهموه أنه يأوي إلى ركن شديد، وهو الله.
قيل إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وفجأة انكسر الباب واندفع القوم داخل بيت سيدنا لوط، ونهض جبريل عليه السلام وأشار بطرف جناحه فطمست أعينهم. أمر الملائكة بعدها سيدنا لوط أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج، وأنهم سيسمعون أصواتا تزلزل الجبال، وطلبوا أن لا يلتفت أحد إليها، كي لا يصيبه ما يصيب القوم، فهو عذاب يكفي لوقوعه للمرء مجرد النظر إليه، وأفهموه أن امرأته كافرة مثلهم وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم، وأنبأوه أن موعد العذاب هو الصبح. ولما جاء أمر الله، قيل إن جبريل عليه السلام اقتلع بطرف جناحه مدنها السبع بمن فيهن من الأمم، وما معهم من الحيوانات فرفعها حتى بلغت عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم، وانتهى قوم لوط تماماً.